خلى تشرخا دخل قلب مرفا. هذه قلعة الوداد. سويدادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. أيوب الكعبي يسجل هدف رائع ويضمن 3 نقاط للوداد. قلص فريق الوداد الرياضي لكرة القدم الفارق مع فريق الرجاء الرياضي المتصدر إلى 1 بالفوز على مضيفه فريق يوسف برشيد بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببرشيد برسم المؤجل 16 من البطولة الاحترافية إنوي لكرة القدم. ويدين الفريق الأحمر بهذا الفوز لمهاجم أيوب الكعبي الذي سجل هدف التفوق بمقاسية رائعة في الدقيقة 50، ورفع فريق الوداد الرياضي لكرة القدم بعد انتصاره يوم الخميس على الساعة 9:30 مساء إلى رصيد 41 نقطة بفارق 1 عن المتصدر الرجاء، فيما توقف عداد فريق يوسف برشيد عند 19 في المركز 15. يذكر أن الوداد الرياضي تنقصه مباراة عن فريق الرجاء الرياضي، أي أنه إن ربح المباراة الناقصة سيكون في الصدارة مبتعدا عن فريق الرجاء الرياضي بنقطتين. نهاية الخبر. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.